السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم زميلتكم سارة يحيى، خريجة حديثة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن محاضرة جميلة جدا. هو اهلا بيكم الاول في موديول المايكرو. هتكلم ان انتوا تقريبا عرفتوا في المحاضرة اللي فاتت، اتكلمتوا عن البكتيريا شكلها عامل ازاي والتركيب بتاعها وهكذا. النهاردة هنقرب خطوة اكتر للبكتيريا وهنعرف الفسيولوجي بتاعها والميتابوليزم. هو احنا ليه اصلا بنعرف ده كله عن البكتيريا؟ البكتيريا هي صديقتنا واحيانا كتير عدوتنا يعني، فعلشان تعرف تحارب عدوك لازم تعرف كل حاجة عنه، تعرف ايه الطبيعي بتاعه، بياكل ازاي، بيشرب ايه، بيحتاج ايه، العمليات اللي بيعملها، علشان لما اجي احاربه هوقف بقى العمليات دي، مش هديله الاكل بتاعه. يعني طرق الحرب المختلفة بالادوية، الميكانيزم بتاع الادوية بيشتغل على الحاجات دي. فعلشان احارب عدوي لازم اعرف كل حاجة عنه، وعشان كمان استفيد منه يعني كصديقة ليا لازم برضو اعرف كل حاجة عنها. تمام، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن مجموعه نقاط عن الطبيعي بتاع البكتيريا، الفسيولوجي بتاعها. مش هنتكلم عن امراض، مش هنتكلم عن بتعمل ايه وحش فينا، لا هنتكلم بس عن الفسيولوجي. مش عايز اطول عليك في المقدمه. قبل بس ما هنبدا مع بعض ان شاء الله، محتاجين ان احنا دايما نفتكر زمايلنا وندعي لهم بالرحمه والمغفره، وان ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته باذن الله تعالى. اول حاجة هنتكلم عنها البكتيريا كده بترحب بينا وتقول لنا اهلا بيكم في العالم بتاعي. هنعرف ايه عن البكتيريا النهاردة؟ هنعرف كل الحاجات دي، بس كلها حاجات سهلة وبسيطة. هم 12 نقطة، في نقط منهم هتبقى اقل من السلايد اصلا، وفي نقطة هنتكلم فيها شوية. يا ريت تقسموا المحاضرة في المذاكرة، لان انا اكتر حاجة بحبها التقسيم بصراحة، ان احنا الحاجة الكبيرة نقسمها لحاجة صغيرة عشان نعرف نتعامل معاها احسن. اول نقطة هنتكلم عنها اللي هي الميتابوليزم، البكتيريا الميتابوليزم. الميتابوليزم ده هنتكلم، هو الميتابوليزم انتوا خدتوه زمان في ثانوي، اللي هو عمليات الايض، اللي هو عبارة عن البناء والهدم. البناء اللي هي الانابوليزم، والهدم اللي هو الكتابوليزم. حتى كنا دايما بنبصمجها كده، ان احنا الهدم يعني بنكسر، فبنكسر يعني كتابوليزم عشان ما ننساش. الكتابوليزم اللي هو التكسير، اللي هو الهدم يعني. تمام، ومعاها حاجات اللي هي اوكسيديشن وفرمنتيشن. هي اوكسيديشن وفرمنتيشن عشان نطلع طاقه، لكن هي مينلي كاتابوليزم وانابوليزم. طيب الميتابوليزم يعني بناء وهدم. طيب احنا بنبني ايه وبنكسر ايه؟ طيب انا عايزاك تتخيل معايا كده قبل ما نشرح اي حاجه، لو انت عندك حاجه كبيره قوي، تمام، بس الحاجه دي مفيده، انت عارف انها هتفيدك، وانت محتاج مثلا تدخلها من باب الشقه، باب الشقه بتاعك صغير، هتعمل ايه وهي حاجة كبيرة؟ مش انت هتكسرها او هتقسمها لحاجات اصغر عشان تعرف تدخلها جوه الباب، وجوه بقى تتعامل معاها، مثلا تبني منها شوية حاجات، تستخدم شوية حاجات كده هكذا يعني. فانت عندك حاجة كبيرة، الحاجة الكبيرة دي مثلا لو افترضنا اللي هو المثلث ده، ده كده حاجة كبيرة. تمام، احنا هنكسره لحاجات اصغر. الحاجة دي كده اسمها الكاتابوليزم، الجزء الاول من الرسمه اسمه الكاتابوليزم. طيب هي البكتيريا هتكسرها ازاي؟ هتطلع شويه انزيمز. يبقى البكتيريا هتطلع انزيمز عشان تكسر الحاجه الكبيره لحاجات اصغر. تمام، طيب تمام، حلو قوي. الحاجات الاصغر بقى دي البكتيريا هتكون قادره ان هي تدخلها من السلمبرين. احنا عارفين السلمبرين ده حاجه صغيره، وانا عايز ادخل منه حاجه كبيره، يبقى انا هكسرها لحاجات صغيره عشان ادخلها جوه السلمبرين. كده الكاتابوليزم خلص، يبقى الكاتابوليزم نقول له شكرا جدا، انت عملت اللي عليك. طيب مع التكسير ده احنا بنطلع طاقه. التكسير دايما اسهل من الهدم، التكسير اسهل من البناء. يعني انا لما بكسر حاجه بطلع طاقه، الطاقه دي هستخدمها علشان ابني كمان شويه. دايما البناء محتاج الطاقه، فالبناء اللي هو الانابوليزم هو محتاج طاقه، لكن الهدم اللي هو الكاتابوليزم بيطلع الطاقه دي. طيب نرجع تاني، احنا قلنا ان احنا عندنا كاتابوليزم، هنكسر الحاجه الكبيره لحاجات صغيره عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم في البكتيريا بتطلعها. تمام، دخلنا جوه السلمبرين، كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا الكاتابوليزم. نقراه من السلايد، وبعد كده ايه نرجع نكمل تاني. طيب قال لك اهو الكاتابوليزم عباره عن ايه؟ عباره عن تكسير
بريك داون يعني بنكسر الكومبلكس مولكيول، الحاجات الكبيره المعقده لنيومرس سيمبل وانز، يعني بنقسمها او بنكسرها لمركبات اصغر وايه جوه الخليه. طيب ده بيطلع طاقه، بروديوس انرجي، تمام. طيب هنكسرها عن طريق ايه؟ ان الميني بكتيريا، بكتيريا كتيره بتطلع انزيمز، الانزيمز اللي هي هتكسر الحاجات الكبيره للحاجات الصغيره. زي ايه الانزيمز دي؟ اللايبيز والنيوكلييز والبروتينيز. هو ايه الاسامي دي؟ احنا عارفين دايما، او مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس هو اللايبيز او اي اسم يعني لو اخره ايز يعني بيكسر الماده دي. اللايبيز يعني مثلا اخره ايز فهو هيكسر الليبد، النيوكلييز ايز ده هيكسر النيوكليك اسيد، البروتينيز هيكسر البروتين، وهكذا. طيب حلو الكلام ده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك زيس اللي هي الانزيمز يعني هتبريك داون، هتكسر النيوتريتيف ماتيريال اللي هي الماده الغذائيه او الماده المفيده دي، اللي هي اكسترا سيلولار، اللي هي يعني هي ماده اصلا بره الخليه، انا بكسرها لسيمبل مولكيولز علشان اقدر ادخلها للبكتيريا سيل، تمام. يبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الاكتيف ترانسبورت، بدخلها عن طريق السيتوبلازميك ممبرين لجوه الخليه. يبقى نقول تاني، الكاتابوليزم هو عباره عن ايه؟ عباره عن تكسير اللي هي الكومبلكس مولكيول، المواد الكبيره قوي، لسيمبل وانز، تمام، عشان اطلع طاقه. بكسر عن طريق ايه؟ عن طريق الانزيمز. طيب جه هنا ايه؟ هو اعاده للتعريف تاني على فكره، هو نفس الكلام. لو انت فهمت الفكره، كاتابوليزم بكسر، بكسر حاجه كبيره بره الخليه لحاجات صغيره علشان اقدر ادخلها جوه الخليه عن طريق السيتوبلازميك ممبرين لجوه السيل بتاعت البكتيريا. يبقى انا كده خلصت الكاتابوليزم، انا كده ايه؟ طلعت طاقه. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا الكاتابوليزم. نرجع تاني للرسمه بتاعتنا. احنا دلوقتي احنا جوه الخليه، اوكي، عندنا سيمبل مولكيولز، عندنا شويه حاجات صغننه، الحاجات الصغيره دي بتطلع طاقه. يعني بتطلع طاقه ازاي؟ يعني لما تكسرها، لما انا كسرتها طلعت طاقه، تمام. طيب واقدر استخدم الحاجات الصغيره دي علشان ابني، ولما انا ببني يبقى ده كده الانابوليزم. يبقى الانابوليزم هو حاجتين، يا اما ان انا ابني من الحاجات الصغيره دي حاجه كبيره برضو الخليه محتاجاها، يا اما ان انا اعمل اوكسيديشن للحاجات الصغيره، للمولكيول الصغيره دي، وبتطلع لي طاقه. سهل الكلام ده؟ طب نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا اللي هو الانابوليزم. الانابوليزم هو عباره عن ايه؟ عباره عن بيلدينج لكومبلكس مولكيول من النيومرس سيمبل وانز. يبقى هو عكس التعريف اللي فات، اللي فات كان بريك داون للكومبلكس مولكيول الى انتو سيمبل مولكيول، هنا بيلدينج فروم سيمبل مولكيول، انا ببني حاجات معقده من حاجات صغيره. طيب العمليه دي محتاجه للطاقه، دايما البناء محتاج طاقه، تمام. حلو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان زيس ار اوكسيدايزد باي بكتيريا تو ييلد انرجي. يعني ايه زيس؟ زيس اللي هي عايده على السيمبل مولكيول، بيحصل لها اوكسيديشن عشان اطلع طاقه. الطاقه دي بتطلع في شكل اي تي بي، الاي تي بي هو الخليه محتاجاه علشان تبني. انا مش عايزكم تتلخبطوا ما بين في حوار الطاقه ده، الكاتابوليزم بيطلع طاقه، احنا عندنا كذا مصدر للطاقه في الخليه، يعني الكاتابوليزم بطلع منه طاقة، لما أنا بكسر الحاجات الكبيرة لحاجات صغيرة بطلع منها طاقة، الطاقة دي بتخزن في شكل ATP مش بتضيع هدر، تمام. لما أنا طلعت من الكاتابوليزم مواد صغيرة، المواد الصغيرة دي اللي هي سيمبل مولكيول، البكتيريا عملت لها أوكسيديشن عشان تطلع طاقة. حلو قوي، يبقى الطاقة طلعت من مصدرين لحد دلوقتي، من الكاتابوليزم لما أنا كسرت الحاجات الكبيرة لحاجات صغيرة، ومن الاكسيديشن لما انا استخدمت الحاجات الصغيره دي علشان اطلع طاقه، تمام. الطاقه دي مهمه ليه؟ انا ليه كل شويه عمال اقول طاقه طاقه اي تي بي؟ علشان الاي تي بي ده مهم جدا في العمليات الحيويه اللي هي زي الانابوليزم، ان انا ببني بقى ايه؟ ببني كومبلكس مولكيول من السيمبل مولكيول. يبقى السيمبل مولكيول دي بيحصل لها حاجتين، اما يحصل لها اكسيديشن عشان اطلع طاقه، واما ان انا ببني منها حاجات صغيره، تمام، اللي هي ببني من الحاجات الصغيره دي كومبلكس مولكيول، فانا كده ايه؟ بستخدم الطاقه اللي انا كنت لسه مطلعاها اللي هي في شكل اي تي بي، تمام.
زي ايه مثلا الانابوليزم ده؟ الانابوليزم مثلا زي الامينو اسيد، الامينو اسيد لما احنا بنحوله بروتين، دي مركبات صغيره طلعت مركبات كبيره، يبقى ده كده انابوليزم. احتاجنا لطاقه، استخدمنا طاقه. حلو قوي. بيقول لك the degradation product اللي هي simple molecule are used to build up structural component and essential macromolecule مهمين للسل. هو الكلام بيعيد نفسه، انا مش عايزه اي لخبطه خالص. في ثانيه هعيد السلايد سلايدز دول. كاتابوليزم هو الهدم، انا بكسر complex molecule لسمبل molecule، وانا ببروديوس طاقه، بطلع طاقه عن طريق ايه؟ الكاتابوليزم ده بيحصل عن طريق مجموعه انزيمز. الانزيمز دي اسامي كتيره ملهاش اهميه دلوقتي، اللايبيز نيوكليز وهكذا. الانزيمز دي بتكسر الماتيريال اللي هي اكسترا سيلولر، اللي اصلا انا جايباها من بره الخليه، بكسرها ليه سيمبل مولكيول، والسيمبل مولكيول دي اقدر ادخلها جوه السيل عن طريق السيتوبلازمك ممبرين. تمام ماشي. بعد كده الانابوليزم، الانابوليزم انا استخدمت الحاجات الصغيره دي عشان ابني حاجات كبيره تانية الخليه محتاجاها، زي مثلا الامينو اسيد بستخدمها عشان ابني بروتين. حلو كده. طيب بيقول لك كمان السمبل مولكيولز دي اقدر ان انا اعمل لها اوكسيديشن واطلع منها طاقه. الطاقه دي مهمه ليه؟ مهمه في عمليات الحيويه اللي الخليه بتحتاجها، من امثلتها الانابوليزم. تمام. بيقول لك ان الديجريديشن برودكت اللي هي السمبل مولكيول انا بستخدمها علشان ابني استراكشرال كومبوننت واسينشال ماكرو مولكيول. تمام كده احنا خلصنا الكاتابوليزم والانابوليزم، بناء وهدم، هدم وبناء، هدم كاتابوليزم، بناء انابوليزم. مين اللي بيطلع طاقه يا ولاد؟ اللي بيطلع طاقه التكسير، الهدم، الكاتابوليزم. لكن اللي بيحتاج طاقه، اللي بيوتلايز انرجي، هو الانابوليزم. بالمنطق لما انا ببني حاجه انا بتعب اكتر، فانا محتاجه طاقه، والتاني عكسها. تمام. نيجي بقى على حاجتين تانيين. حاجه اسمها الاوكسيديشن. الاوكسيديشن غرضها يا ولاد، انتوا مش عارفه انتوا خدتوها في البايو كيمستري ولا لا، بس غرضها ان انا بطلع طاقه. تمام. ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاوكسيديشن دي معناها ايه؟ لو احنا خدناها من ثانوي وفي البايو وهكذا، ان الهيدروجن، الهيدروجن ده اللي هو اسمه التاني الكترون، يعني الكترون هو نفسه الهيدروجن. اوكي. الهيدروجن ده انا بطلعه وانقله من ماده لماده، يعني كأن المادة اهي ومادة اهي، من المادة دي للمادة دي. المادة دي بتطلع هيدروجين وبتديه المادة دي، يبقى هو عبارة عن مجموعة تفاعلات بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان الهيدروجين اللي هو نفسه، يعني لما اقول هيدروجين هي نفسها لما اقول الكترون. تمام. الكترون ار ريليزد وترانسفيرد لمادة تانية. المادة اللي بتطلع الهيدروجين، اللي بتطلع الالكترون، اسمها الكترون دونر. دونر اللي هو اللي بيعطي، اللي بيدي. والماده اللي راحت لها الهيدروجين وتفاعلت معاها هي الالكترون او الهيدروجين اكسبتور. يبقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي الاوكسيديشن هي مجموعه من التفاعلات، انا هدفي ان اطلع طاقه. طيب بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان الهيدروجين ريليزد بيطلع من ماده اللي هي الدونر وبيروح لماده تانية اللي هي الاكسبتور. الاكسبتور ده ممكن يبقى حاجه من الاثنين، يا اما في الايروبيك ريسبيريشن. ايروبيك ده اللي هو بيحصل في الاير. طبعا مين نجم الاير؟ الاير هو الاكسجين. فالالكترون اكسبتور هنا هو الاكسجين، هو اللي الماده اللي هتروح لها الهيدروجين وتتفاعل معاها، هو الاكسبتور هنا هو الاكسجين. اما الانيروبيك ريسبيريشن، انيروبيك ان اللي هو تنفس لا هوائي، لا يعتمد على الاكسجين. تمام. ساعتها مين بقى المادة الاكسبتور؟ اي حاجة تانية زي inorganic compound اللي هو النيتريت. تمام ماشي. بعد كده بيقولك ان كل العملية دي بيحصل لها، يعني بتتم او بتتسرع كاتالايز، يعني اللي بتتم بشكل اسرع بانزيمز وكو انزيمز قريبة للسيتوكروم سيستم. هو ايه السيتوكروم سيستم ده؟ السيتوكروم سيستم ده اللي هو بيبقى زي ايه، هو سيستم عبارة عن انزيمز. الانزيمز دي بتبقى انزيمات محفزة، فشبهها كده اللي هي اللي انا بستخدمها في الاكسيديشن. يبقى انا بستخدم انزيمات محفزة تشبه السيتوكروم سيستم، مش مهم ايه هو السيتوكروم سيستم ده، عشان اسرع عملية الاكسيديشن. بيقول لك ان الطاقة، وده الهدف بقى، الطاقة اللي طالعة من الرياكشنز دي هل بتضيع هدر؟ ابدا، انا بخزنها في شكل اي تي بي.
الاي تي بي ده انا كنت بستخدمه فين؟ حلو قوي، بستخدمه في البناء، في الانابوليزم، في العمليات الحيويه اللي هي من ضمنها الانابوليزم. سهل الكلام لحد دلوقتي؟ احنا كده خدنا ايه؟ خدنا كاتابوليزم تكسير، التكسير ده بيطلع لي طاقه، خدنا انابوليزم بناء، البناء ده بيحتاج لطاقه، وخدنا الاكسيديشن اللي هو هدفه ان اطلع طاقه عشان استخدمها في الانابوليزم والعمليات الحيويه الاخرى. وقلنا ان الاكسيديشن عباره عن حاجتين، الكترون دونر والكترون اكسبتور. الاكسبتور ده ممكن يكون يا اما الاكسجين في حاله الايروبيك ريسبيريشن، يا اما النايتريت او الان اورجانيك كومباوند يعني في حاله الانيروبيك ريسبيريشن. تمام كده. اخر حاجه بقى اللي هو الفيرمنتيشن. الفيرمنتيشن ده عارفين اللي هو التخمر. التخمر ده ايه؟ التخمر دي هي برضو نوع من الميتابوليزم، انا بطلع فيه اي تي بي، يبقى انا هدف في الدنيا اطلع اي تي بي، بطلع اي تي بي ولكن جوه نفسي مش محتاجه خالص اكسجين. تمام. يبقى ده عباره عن طيب من الميتابوليزم، نوع من الميتابوليزم. بيقولك ان السبستريت بيحصل لها ميتابوليزم، يعني بتطلع طاقه من غير ما يكون عندي اي اوكسيدايزنج ايجنت، اي اكسوجينس يعني حاجه من بره، اوكسيدايزنج ايجنت، انا مش محتاجه حاجه، انا مكتفيه بنفسي. بص للصوره دي، اليست سيل اللي هي اشهر حاجه بتاعت الخميره بتقول ايه؟ نو اكسجين نو بروبلم، يعني مفيش اكسجين مفيش اي مشكله، انا برضو هتصرف، جو فيرمنتيشن، يلا اعملوا فيرمنتيشن. الصوره معبره بصراحه. بيقول لك ان دي بروسيس، عمليه الفاكولتيتيف بكتيريا قادره انها تطلع اي تي بي في غياب الاكسجين. ايه هي الفاكولتيتيف بكتيريا دي؟ هناخدها بعد 5 أو 10 دقايق. ده نوع من البكتيريا. البكتيريا في منها كذا نوع، يا اما ايروبيك، ايروبيك يعني انا بحب الاكسجين جدا ومش هعرف اعمل اي عمليه، مش هعرف اتنفس غير في وجود الاكسجين. عكسها انيروبيك، انيروبيك انا بكره الاكسجين، مش بعرف اعمل اي حاجه غير لما يكون مفيش اكسجين. الحاجه الثالثه اللي هي فاكولتيتيف، فاكولتيتيف ده اللي هو ايه؟ انا بعرف اعمل اي حاجه في اي وقت، بعرف اعمل في وجود اكسجين وبعرف اعمل في غياب الاكسجين. فالفاكولتيتيف دي لو الاكسجين غايب مش هتحتاج، هتتصرف، هتعمل فرمنتيشن. تمام. ده برضو ميكانيزم باي ويتش الفاكولتيتيف بكتيريا قادره ان هي تطلع اي تي بي في غياب الاكسجين. مثال بقى ايه؟ مثال ان الجلوكوز بيتحول لبيروفيك اسيد ثم الى لاكتيك اسيد عشان يطلع اي تي بي من غير اكسجين. يبقى هو الفيرمنتيشن ده هي عملية انا بطلع منها اي تي بي ولكن في غياب الاكسجين. مين اللي بيعملها؟ نوع من البكتيريا اسمها فاكولتيتيف. مثال ليها ان الجلوكوز او الشوجر بيتحول لبيروفيك اسيد ثم الى لاكتيك اسيد عشان اطلع اي تي بي والاكسجين مش موجود في غياب اي اوكسيدايزنج ايجنت. كل الكلام ده اختصاره بطلع اي تي بي من غير اكسجين. والصورة خير ايه؟ معبرة، يعني معبرة جدا عن الموضوع. تمام. نيجي بقى للحاجة اللي بعدها، تاني نقطة معانا اللي هي بكتيريا النيوتريشن. شفت البكتيريا اللي قاعدة بتاكل دي؟ البكتيريا كائن محتاج ياكل عادي، هو بياكل وبيتنفس ويعمل عملية حيوية، هو كائن لازم نتعرف عليه. طيب على حسب النيوتريشن بنقسم البكتيريا لنوعين، اوتو تروفيك وهيتيرو تروفيك. كلمة المقطع بتاع تروفيك ده اللي هو له علاقة بالغذاء، اوتو يعني ذاتية، يبقى هي بكتيريا ذاتية التغذية. اما هيتيرو لا، مش ذاتية، بتعتمد على غيرها، متطفلة، بكتيريا متطفلة. تمام. تفتكروا كده مين الخطرة؟ مين اللي هي اللي احنا بنخاف منها؟ الذاتية اللي هي بتعتمد على نفسها، ولا اللي بتعتمد على غيرها وبتروح لكائن تاني عشان تاخد منه الاكل بتاعها، ولما تروح لكائن تاني ممكن تجيب له امراض؟ يبقى احنا بنخاف من الهيتيروتروفيك. تمام. جدول مقارنه كده حلو ما بين الاوتوتروفيك والهيتيروتروفيك. الاوتوتروفيك هي بكتيريا بتستخدم، هي ذاتيه التغذيه، يعني هي مش محتاجه تاخد حاجه من بره، يبقى هي بتجري على اكل عيشها، بتصنع كل حاجه بنفسها. هي بتستخدم مواد خام، مواد ان اورجانيك بسيطه جدا عشان تعمل منها الحاجات بتاعتها. بتستخدم الان اورجانيك السمبل ان اورجانيك سبستانس زي مثلا السي او 2 وزي الامونيوم. بتاخد من السي او 2 الكربون، وبتاخد من الامونيوم النيتروجين، وبتستخدم الكربون والنيتروجين دي علشان تبني البروتين والكربوهيدرات بتوعها. يبقى الاوتروفيك دي هي بكتيريا
يعني ايه ذاتية التغذية بتجري على الاكل عيشها، بتستخدم الان اورجانيك سبستانس اللي موجودة في الطبيعة، هي معتمدة على الطبيعة، بتاخد السي او 2 بتاخد منه الكربون وبتاخد من الامونيوم النيتروجين، وبتستخدم الكربون والنيتروجين دي علشان تبني الاورجانيك سبستانس زي ايه، زي البروتين والكربوهيدرات اللي هي محتاجاهم بتبنيها بنفسها. يبقى هي بكتيريا بتجري على اكل عيشها وبتبني حاجتها بنفسها، دي فري ليفنج. يبقى هي اصلا هي اسمها التاني سابروفيتك. سابروفيتك يعني مترممه، يعني عايشه على التربه السايل، عايشه في الطبيعه، ملهاش علاقه بينا، نو ميديكال امبورتنس، ماليش علاقه بيها، انا اصلا مش هدرسها، انا اصلا دي مش هدرسها ليه، لانها ملهاش علاقه بيا. اما بقى الهيتيروتروفيك، لا دي بقى اللي انا خايفه منها، كل البكتيريا اللي لها ميديكال امبورتنس اللي انا باخدها علشان الامراض اللي بتعملها وهكذا هي هيتيروتروفيك، هي بكتيريا بتستخدم الكومبلكس بري فورمد اورجانيك سبستانس. يبقى اللي هو انا مش لسه بقى هاخد الحاجات الخام وابنيها، لا انا هاخد الحاجات الجاهزه، الحاجات اللي عارفين الشخص اللي هو انا مش هعمل اكل، انا هطلب اكل من بره، انا مش ماليش علاقه بالمطبخ، انا بجيب كل حاجه جاهزه. هو كده دي الهيتيروتروفيك، بتستخدم الشوجر والبروتين، بتجيبهم بقى منين، يا من النبات يا من الانسان يا من الحيوان. يبقى هي متطفلة، يبقى هي بتعمل لي أمراض علشان بتاخد مني الأكل اللي هي عايزاه، دي اللي أنا خايف منها، دي اللي أنا أدرسها. يبقى احنا عندنا كده حاجتين بساط جدا، اوتوتروفيك وهيتيروتروفيك. اوتوتروفيك ذاتية التغذية، خدوا بالكم الكلمات المهمة اللي أنا عاملة عليها بالأورنج كده، هي دي اللي عايزاكم تعرفوها، دي البكتيريا اللي هي بتستخدم السيمبل ان اورجانيك سبستانس زي ايه، زي السي او 2 كمصدر للكربون والامونيوم كمصدر للنيتروجين، استخدم الكربون والنيتروجين ده علشان ابني منه البروتين والكربوهيدرات اللي انا محتاجاهم. هي بكتيريا ملهاش اي اهميه طبيه لانها فري ليفنج نون بارازيتك، غير متطفله، سابروفيتك يعني مترممه، بتعيش في الطبيعه وفي التربه وهكذا. اما الهيتيروتروفيك هي بكتيريا محتاجه كومبلكس بري فورمد اورجانيك سبستانس، محتاجه مواد معقده جاهزه على الجاهز زي الشوجر والبروتين، بتاخدهم من الانسان والحيوان والنبات. كل البكتيريا اللي ليها ميديكال امبورتنس اللي ليها اهميه طبيه بتبقى هيتيروتروف. تمام كده احنا خلصنا الحاجات التانية اللي هي النيوتريشن. تالت حاجة بقى لها علاقة شوية اللي هي الجروث فاكتور. الجروث فاكتور اللي هي بالعربي كده المكملات الغذائية، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن organic substance، مواد عضوية البكتيريا محتاجاها، لازم تبقى موجودة في البكتيريا علشان تنمو، ولكنها غير قادرة على انها تصنعها. عارفين زي مثلا الطفل اللي احنا بنديله مكملات غذائية، فيتامينز وحديد وكالسيوم وحاجات من بره، هو كده الجروس فاكتور هي مكملات غذائية النبات محتاجه علشان يكبر ولكنه غير قادر على تصنيعه. These essential compound اللي انا كاتباها دي have to be added، لازم تبقى موجودة في الخلايا، في الخلايا بتاعت البكتيريا. زي ايه؟ اختصار كلمة فاب، فاب اللي هي الفي اللي هي الفيتامين وامينو اسيد، في فيتامين اي امينو اسيد، وتلاتة بحرف البي اولهم البنتوز. البنتوز ده هو سكر خماسي عشان يفكرني ان هما خمس حاجات. الاتنين التانيين بيورين وبايرميدين، دول لهم علاقه بالدي ان ايه يا بتوع البايو بقى، يعني بيورين وبايرميدين. تمام يبقى جروث فاكتور مواد عضويه البكتيريا محتاجاها علشان تكبر ولكنها غير قادره على تصنيعها. زي ايه؟ زي الفيتامين امينو اسيد، 3 بي بنتوز، هما خمس حاجات، بيورين بايرميدين، لازم الاسينشال كومباوند دي لازم جدا اضيفها للخليه بتاعت البكتيريا عشان تكبر. تمام كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا ثلاث حاجات نعمل عليهم صح كده عشان نتبسط. خلصنا الميتابوليزم، خلصنا النيوتريشن، وخلصنا الجروث فاكتورز. رابع نقطة هنتكلم عنها الجازيس ريكويرمنت. احنا اتكلمنا ان البكتيريا ده كائن حي بيتعمل له ميتابوليزم وبياكل ويحتاج مكملات غذائية وكمان بيتنفس. طيب ايه هي الجازيس ريكويرمنت؟ هما حاجتين، يا اما O2 يا اما CO2، اكسجين او كربون دايكسايد. هنعمل كلاسيفيكيشن البكتيريا اكوردنج للاكسجين ريكويرمنت لخمس انواع، انا عايزه اتكلم كده فيهم سريعا هنا وبعد كده نخش فيهم في الكلام. يا اما هم خمس انواع، يا اما نوع عاشق للاكسجين، يا اما الناحيه التانية على النقيض،
بيكره الأكسجين. يبقى دول كده حاجتين عكس بعض خالص، وفي في النص حاجة تنفع كده وتنفع كده. يبقى كده احنا خلصنا 3 أنواع. اللي بيحب الأكسجين قوي ده اسمه obligatory aerobes. aerobes اللي هو air، aerobes اللي هو الهواء، obligatory يعني إجباري، لازم أكسجين، ده ما يقدرش يعيش من غير الأكسجين. أما اللي بيكره الأكسجين الناحية التانية اسمه obligatory anaerobes. anaerobes عكس الكلمة، يعني لا يتحمل الأكسجين، لو لقيت أكسجين أموت. تمام؟ وما بينهما أقدر أعيش هنا وأقدر أعيش هنا، فسميناها facultative anaerobes. facultative يعني أنا براحتي أعيش، أقدر أعيش هنا وأقدر أعيش هنا. تمام؟ دول كده ايه 3 أنواع. في بقى نوعين، في نوع اسمه ما بحبوش بس ما اقدرش على بعده، يعني علاقة توكسيك، انا ما بحبش الاكسجين لكن انا ما اقدرش برضو على بعده، فانا هسميها ايه؟ هسميها مايكرو ايرو فيليك. فيليك اللي هو بيحب صح، وير اللي هو الاكسجين، ومايكرو يعني شوية صغيرين، يعني انا بعيش في كمية قليلة من الاكسجين. تمام؟ طيب لو احنا كده رسمنا دي كده اهو كاركتشر بتاعتنا، اللي فوق طبعا ده الهوا، يعني اكيد الحاجة اللي ناحية فوق بتبقى الهوا، والحاجة اللي ناحية تحت بعيدة عن الهوا. ولو خدنا ارقام، واحد ده هنا مثلا، 2 3 4 ماشي. اللي بيحب الاكسجين قوي نحطه فين؟ نحطه فوق. طيب اللي بيكره الاكسجين نحطه فين؟ نحطه تحت. طيب الفاكولتيف نحطه فين؟ الفاكولتيف نحطه في اي حته عادي. طيب المايكرو ايروفيليك اللي هو من اسمها مايكرو، يعني شويه صغيرين، اعيش في كميه صغيره، هل احطها فوق على الوش كده؟ لا ما اقدرش. هل احطها تحت؟ لا، انا برضو عايزه شويه اكسجين، فبحطها كده هنا، يعني ايه تحت شوية. تمام؟ دول كده 4 أنواع. النوع الخامس هنتكلم عنه تحت، خلونا كده نقراهم، اللي ما فهمش هنا عادي هنفهم تحت اكتر. اول نوع عندي اسمه obligatory aerobes. obligatory يعني can't grow except for، يعني except in presence of oxygen، هو نفي النفي، ممكن نقول can grow in presence of oxygen بدل ما نقول كانت جرو اكسبت، يعني هو ما يقدرش ينمو من غير الاكسجين، يعني بينمو في وجود الاكسجين، العلامة دي بيحب الاكسجين. طيب زي ايه؟ زي انا عندي مثالين، مايكو بكتيريوم تي بي وفيبرو كوليرا. طيب نحفظها ازاي؟ انا بصراحة معرفش بصمجها لكم قوي، بس ممكن نقول اكسجين، اكسجين كلمة فيها كاف، فمايكو اهي كاف وكوليرا كاف، يعني على قد ما اقدر، بس ايه انتوا لو قريتوها مرتين كده تحفظوها، يعني انا حافظاهم كده من قريتهم كده مرة عادي. تمام؟ ده كده اول نوع. النوع التاني اللي هو عكسه خالص، obligatory anaerobes، يعني انا لازم عشان اكبر يكون الاكسجين مختفي، مفيش اكسجين خالص، انا بكره الاكسجين بكرهه. يبقى can grow only، يكبر بس في complete absence، في غياب تام للاكسجين. زي ايه؟ زي كوليستريديا تيتاني. تيتاني دي اللي هي لما حد بيتعور ونقول له خد حقنة التيتانس، يعني ده حاجة كده بتيجي في التعويرات وحاجات زي كده. المهم يعني ان هو التيتاني ده بيكره الاكسجين. تمام؟ can grow only in complete absence of oxygen. تالت نوع بقى، اقدر اعيش هنا واقدر اعيش هنا، فاكالتيتيف انيروبس، can grow في وجود وغياب الاكسجين، انا باشا كده مش فارق معايا حاجة، وده معظم البكتيريا اللي عندها ميديكال امبورتنس بتعتبر فاكالتيتيف، يعني اشهر الانواع فاكالتيتيف. ولما تتعمقوا شويه في المايكرو وفي الطب كله، اكتر حاجتين هنقول اسمهم الايكولاي واللساف. اللساف والايكولاي هم اشهر حاجتين هتحفظهم اكتر من اسمك بجد، ولانهم مشهورين فهم فاكالتيتيف، ولانهم مشهورين وهم فاكالتيتيف هنقول ان معظم البكتيريا المشهوره فاكالتيتيف. تمام؟ كده دول اول 3 انواع، واحدة بتحب الاكسجين قوي، واحدة بتكرهه قوي، واحدة تقدر على الاتنين. الرابع والخامس، الخامس احنا قلناه ايه هو الخامس؟
اللي هو مايكرو ايروفيلك، فيلك محب، اير الاكسجين، مايكرو شويه صغيرين، يبقى انا جروبست في وجود مينيمم اماونت اوف اوكسجين، يعني كميه بسيطه من الاكسجين، مينيمم اماونت. تمام، زي ايه؟ زي كامبيلو باكتر جيجني وكورني باكتيريوم اثينوي. يعني طيب هم غراب شويه، بس لو قلنا كامبيلو وكورني باكترم يعني تحسيهم قريبين من بعض، كامبيلو باكتر كورني باكتيريوم، نقراها كذا مره برضو ان شاء الله تيجي معانا. طيب النوع بقى الاخير ايرو تولرانت انيروبس، هنقراها من اليمين للشمال. انيروبس يعني اصلها انيروب، اصلها يعني اللي هي ما بتحبش الاكسجين، يعني اصلها معتمده على الفرمنتيشن. نفتكر كده من 5 دقايق لما قلنا الفرمنتيشن نوع من الميتابوليزم البكتيريا بتعمله في غياب تام الاكسجين وبتطلع اي تي بي. تمام، فالانيروبس معتمد على الفرمنتيشن، عنده فرمنتيتيف اللي هو انيروبيك باترن، ولكنه توليريت لانه اسمها ايرو توليرانت، توليريت يعني يتحمل وجود الاكسجين، يعني انا انيروب بس انا اقدر اتحمل الاكسجين. طيب اخر جمله دي هشرحها لكم دلوقتي بس اصبروا عليا. اسمها ايه؟ اسمها مثال ايه؟ كوليستريديوم بيرفنجيس، كوليستريديوم بيرفنجيس. تمام، يبقى احنا كده عندنا كام نوع؟ عندنا 5 انواع من البكتيريا على حسب الاكسجين. واحده بتحب الاكسجين قوي اوبليجاتري ايروبس. تمام، واحده بتكرهه قوي اوبليجاتري انيروبس. طيب الاوبليجاتري ايروبس دي يعني ما تقدرش تنمو غير في وجود الاكسجين، زي ايه؟ زي مايكو بكتيريا، لان الاكسجين في مايكو وكوليرا. تمام، تاني نوع اوبليجاتري انيروبس، يعني علشان اكبر لازم يكون الاكسجين مختفي تماما، زي ايه؟ زي كوليستريديوم بريتيني. تمام، بعد كده تالت حاجه اللي هي فاكولتيتيف انيروبس. فاكولتيتيف انيروبس دي معناها ايه؟ انا اقدر اعيش هنا واقدر اعيش هنا، ودول اول 3 امثله سهلين. الرابع والخامس هم من اسمهم هنعرفهم. اول نوع فيهم ايرو تولرانت انيروبس، انيروبس دي يعني انا عندي فيرمنتيتيف باترن، انيروبيك باترن، يعني انا اصلا اصنف تبع الانيروبس، ولكني ايرو تولرانت. ايرو تولرانت يعني اقدر اتحمل شويه وجود اكسجين. اخر نوع مايكرو ايروفيلك. خامس نوع مايكرو ايروفيلك، ايروفيلك يعني انا بحب الاكسجين بكميه بسيطه، يبقى جروبست ان بريزنس اوف مينيمم اماونت اوف اوكسجين، كميه بسيطه. تمام، من اسمها هتعرف تجيب التعريف بتاعها، زي الكامبيلو باكتر والكورني باكتيريا. تمام، طيب ايه بقى الفرق ما بين الايروبيك والانيروبيك؟ الفرق طبعا من اسمها واضح ان الايروبيك بتتنفس تنفس هوائي في وجود الاكسجين، لكن الانيروبيك بتتنفس تنفس لا هوائي في غياب الاكسجين. حلو قوي الكلام ده. طيب بيقول لك ان ايه بقى؟ بيقول لك ان في الايروبيك عندنا الانرجي بتبقى جايه اللي هو الاي تي بي، بيجي منين؟ بيجي من عمليه الاكسديشن. طيب الاكسديشن كنا قلنا من شويه لو نفتكر ان الاكسديشن ده هي مجموعه من الرياكشنز، الهيدروجين اللي هو الالكترون بينتقل من ماده الى اخرى، من الماده الاولانيه اللي كان فيها الهيدروجين اللي هي الالكترون اكسبت الكترون دونر، بيروح الالكترون اكسبتور، وقلنا ان الالكترون اكسبتور ده بيختلف، لو كان تنفس هوائي كان بيبقى الالكترون اكسبتور هو مين؟ هو الاكسجين، الاكسجين ده كان هو الفاينل او الكترون اكسبتور. تمام، لكن التاني الانيروبيك كان اللي هو النيتريت اللي هي الاورجانيك كومباوند، لان اصلا مفيش اكسجين. طيب نرجع للايروبيك تاني، يبقى احنا عرفنا ان الايروبيك ان البكتيريا بتتنفس تنفس هوائي في وجود الاكسجين، فالبكتيريا هتتفاعل مع الاكسجين وهتطلع حاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد H2O2. الماده دي يا ولاد ماده قاتله، توكسيك سبستانس. التوكسيك سبستانس ده بيقتل البكتيريا اصلا. طب انا ازاي الماده اللي هتطلع مني هتقتلني وانا لسه عايشه؟ يبقى اكيد انا عندي حاجه بتكسرها. يبقى الايروبكس او ايروبس والفاكولتيتيف انيروبس اللي هو بيقدروا يعيشوا كده وكده، بيقدروا يتنفسوا ايروبيك وانيروبيك، فالاثنين نفس التصنيفه يعني، دول عندهم مجموعه انزيمز، مجموعه مواد قادره ان هي تكسر الهيدروجين بيروكسيد اللي هي الماده التوكسيك اللي بتطلع منهم، وبتحمي البكتيريا من تاثيرها. الانزيمز دي بيروكسيديز من اسمها، هو اصلا الماده الوحشه اسمها هيدروجين بيروكسيد، فالانزيم اسمه بيروكسيديز،
والكاتاليز وسوبر اوكسيد ديسميوتيز. دي كلها مجموعه انزيمز قادره ان هي تكسر المواد التوكسيك اللي طالعه من الخليه اللي بتنفس تنفس هوائي وبتحميها من ان هي تاكلها وتموتها. طيب على عكس بقى الايه الانيروبيك، الانيروبيك ليه بتكره الاكسجين او ليه بتموت لما بتنفس تنفس فيه اكسجين؟ لانها ما عندهاش الانزيمز دي، فوجود الاكسجين هيكون مضر جدا علشان ال H2O2 اللي طالع منها هيقتلها. فعشان كده الانيروبكس بتتنفس تنفس لا هوائي، ولما بتنفس تنفس لا هوائي يبقى مين بقى الكترون اكسبتور؟ هل هو الاكسجين؟ لا، الاكسجين مش الكترون اكسبتور، امال مين؟ مواد اخرى اورجانيك وان اورجانيك زي النيتريت اللي كنا قلناه فوق في الجدول. تمام كده، يبقى احنا كده سريعا سريعا هنقول الاكسجين ريكويرمنت، انا عندي 5 انواع، بحب الاكسجين قوي، بكره الاكسجين، اقدر اعيش هنا وهنا، انا اصلا انيروب لكن اتحمل الاكسجين عادي، ايرو توليرنت، اما الاخير مايكرو ايروفيلك، انا بعيش بكميه ضئيله من الاكسجين. تمام، الرسمه دي على فكره انا واخداها من المحاضره بتاعتكم. بصوا اهي، دي قلناها من شويه، اللي بتعيش على الوش دي على السطح الايروبس، اللي بتعيش تحت خالص الانيروبس، اللي بتعيش في اي حته في اي حته فاكولتيتيف، اللي بتعيش فوق بس مش على السطح يعني تحت شويه مينيمم اماونت اللي هي المايكرو ايروفيلكس. طيب ايرو تولرانت دي انا ما كنتش عايزه اقولها عشان ما تتلخبطوش يعني في الرسمه، بس هي يعني هي اصلها انيروبس، اصلها تحت لكن بتقدر تتحمل الاكسجين برضو. هتقولي طب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ في الحقيقه ان الرسمه هتلخبط، لكن ما التعريف سهله، فهي ان شاء الله مش هتجيلكوا رسمه، هتجيلكوا او حتى لو جاتلكوا رسمه هتجيلكوا الحاجات الواضحه اللي هي الايروبس والانيروبس والمايكرو ايروفيلك، دول يعني اوضح ثلاثه. تمام، لكن في التعريف في فرق، الفاكولتيتيف دي بتعيش هنا وهنا زي بعض، لكن الايرو تولرانت انيروبس لا، هي اصلها انيروب ولكنها ايرو تولرانت يعني تتحمل الاكسجين. تمام، بعد كده عرفنا الفرق، عرفنا ان الايروبس والفاكولتيتيف انيروب اللي هم بيقدروا برضو يتنفسوا تنفس هوائي، دول عندهم مجموعه انزيمز، الانزيمز دي قادره ان هي تحميهم من التوكسيك كومباوند اللي هي الهيدروجين بيروكسيد H2O2 والO2 اللي بيطلع منهم نتيجه التنفس الهوائي، لكن الانيروب ما عندهمش الانزيمز دي فمش بيقدروا يحموهم فبيموتوا لو تنفسوا تنفس هوائي. وعرفنا الالكترون اكسبتور هنا الاكسجين، الالكترون اكسبتور تحت هيكون الاورجانيك والان اورجانيك كومباوند زي النيتريت. كان في جمله كده انا سبتها، انا مش بنسى حاجه خالص في المحاضره يعني، كان في جمله كده انا قلتها، ليه الانيروبس قادره انها تتحمل الاكسجين؟ قادره انها تتحمل الاكسجين لانها بتملك سوبر اوكسايد ديسميوتيز، ده كان واحد من الانزيمز اللي هو بيحمي البكتيريا من المواد التوكسيك اللي طالعه من التنفس الهوائي. تمام كده، كده احنا خلصنا اول حاجه في الجاز اللي هو الاكسجين. تاني نوع بقى السي او 2 الكربون دايوكسيد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكربون دايوكسيد الطبيعي اللي موجود في الاتموسفيرك اير كافي جدا علشان معظم البكتيريا تنمو، يعني النورمال سي او 2 سفيشنت كافي لمعظم البكتيريا، اللي هو اصلا نسبته قد ايه؟ نسبته 4%، نسبه قليله قوي، النسبه دي كفايه جدا وحلوه جدا. لكن في بكتيريا طماعه بتحب السي او 2 بزياده، محتاجه نسبه عاليه جدا بتوصل من 5 ل 10%، نسبه ضخمه علشان تنمو. زي ايه؟ زي البروسيلا والنايسيريا جونوريا. بصوا هو هنا يعني المحاضره انا شايفه ان رخامتها الوحيده ان في بيديك اكزامبلز على كل حاجه من اسامي بكتيريا انت اصلا ما خدتهاش، فانتوا اصلا ان شاء الله قدام هتاخدوا كل نوع من ده بيعمل مرض ايه وايه الظروف المناسبه له، لكن هنا ممكن تجمعوا تجميع حلوه، يعني انتوا هنا لو قريتوا كذا مره الامثله هتحفظوها جدا وقدام برضو هتاخدوها. فالبروسيلا والنايسيريا دول بيحبوا السي او 2 بزياده، نسبته من 5 ل 10%. طيب هو السي او 2 ده اصلا مهم ليه؟ السي او 2 مهمه عشان حاجتين، في الستاف، الستاف دي اللي هي من اشهر البكتيريا الموجوده في المايكرو اللي كان نوعها فوق فاكولتيتيف انيروب، الستاف السي او 2 مهم ليها علشان يحفز انتاج التوكسين. تمام، اما في الباسيلس
مهم ليها علشان بيدخل في تكوين الكبسول بتاعها. تمام، يبقى اخر حاجة في الجدي في السي او 2 بيقول لك ان السي او 2 اللي في الهواء بتاعنا كافي جدا عشان معظم البكتيريا تنمو. تمام، لكن في بكتيريا طماعة، البروسيلا والنايسيريا، دول بيحتاجوا نسبة عالية. قد ايه؟ من 5 لـ10%. طب ليه السي او 2 اصلا مهم؟ السي او 2 اصلا مهم علشان بينهانس، بيقوي التوكسيك برودكشن للاستاف والكبسول فورميشن في الباسيلس. تمام، طيب كده احنا خلصنا العنوان الرابع اللي هو الجازيس ريكويرمنت، وده كان عنوان كبير شويه. اللي جاي بقى كله كلام سهل كده. اول حاجه المويستر اللي هي الرطوبه. طيب في ايه قرانيه وجعلنا من الماء كل شيء حي، زي ما 70% من جسمنا جسم الانسان ميه، ف70% برضو من وزن البكتيريا ميه، فدي يعني حاجه منطقيه 70% ميه. بص انا كبتاعت مايكرو بعمل حاجه اسمها كالتشر ميديا اللي هي مزرعه، المزرعه دي علشان البكتيريا تنمو عليها، يبقى انا بعمل مزرعه للبكتيريا. فلما بعمل مزرعه للبكتيريا انا بحط فيها هاي ووتر كونتنت، بحط فيها كميه ميه لان البكتيريا بتحب الميه، واصلا 70% من جسمها ميه. تمام، دي المعلومه الثانيه. في بقى حاجتين عكس بعض. ايه هما الحاجتين اللي عكس بعض دول؟ بيقول لك الاستاف تقدر تتحمل الجفاف، الاستاف دي قوية جدا يا ولاد، قوية 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 من هنا لبكرة، فهي مش فارق معاها اي ظروف الحياة، انا بتحمل الجفاف بتحمل اي حاجة، فعشان كده الاستاف سهل جدا انها تنتشر وتنتقل عن طريق الهواء. ولكن الانواع دي لا، الانواع دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الكليبسيلا، هنحطها في اختصار كيب، كليبسيلا، الشريشيا كولاي، وسودوموناس، دول ما يقدروش يتحملوا الجفاف اللي بيتحمله الاستاف. تمام ماشي. اخر معلومه بقى ان التي بي محتاج درجه عاليه جدا جدا جدا، وفي المويستر درجه عاليه جدا من الرطوبه، فعلشان كده هي بتكبر في تيوب سيلد، يعني تيوب مقفوله. ليه بقى؟ علشان تتجنب الجفاف، لانها تموت لو تعرضت للجفاف. يبقى الرطوبة 70% من وزن البكتيريا مية. لما أنا بزرع بكتيريا في الكاتشر، يعني بحط هاي ووتر كونتنت، في أنواع زي الاستاف تقدر تحمل الجفاف، فبتنتقل بالهواء. ولكن أنواع أخرى اللي هي كليبسيلا، إشريشيا كولاي، سودوموناس لا تتحمل الجفاف. بعد كده التي بي بيحتاج درجة عالية جدا من الرطوبة، فبيكبر في سيل دي تيوب علشان يتجنب الجفاف. تمام، يبقى الاستاف يحب الجفاف، التي بي ما يتحملش الجفاف. بعد كده بقى التمبريتشر. طيب ايه هي درجة الحرارة المناسبة للبكتيريا؟ بيقول لك ان الاوبتيمال تمبريتشر هي التمبريتشر ان البكتيريا بتكبر فيها بشكل بيرفكت، يعني انسب رقم هو الاوبتيمال تمبريتشر. تمام، والرقم ده بيكون كام؟ الرقم ده للباثوجينيك بكتيريا. الباثوجينيك بكتيريا دي البكتيريا اللي هي بتعمل الامراض، اللي انا اصلا بدرس مايكرو عشانها، اللي هي بتعيش في جسم الانسان. هو اصلا ايه هو النورمال بادي تمبريتشر؟ درجه حراره الانسان 37. تمام، فالبكتيريا دي برضو اللي هي الباثوجينيك، اللي هي المتطفله اللي بتعيش جوايا، درجه الحراره المناسبه ليها 37. تمام ماشي. بيقول لك برضو هو في حاجه اسمها اوبتيمال تمبريتشر، دي التمبريتشر اللي الجروث اوف البكتيريا فيها بيكون اوبتيمال، يعني بيكون سريع جدا، بيكون بيرفكت، بيكون رقم معين. ولكن في حاجه اسمها رينج، يعني الدنيا مش ابيض واسود، هو مش الرقم ده يا بلاش، هو في رينج برضو، رينج ما بين المينيمم والماكسيمم. يعني مثلا معظم البكتيريا بتعيش في درجه حراره من 25 لـ40، ده اسمها تمبريتشر رينج. الرينج ده يعني ايه؟ الديفرنس ما بين الرقم الصغير والرقم الكبير، المينيمم والماكسيمم. فالرينج ده لو بيكون من 25 لـ40 بيكون ايديال للباثوجينيك بكتيريا. هو الرقم الاوبتيمال 37، افرق في حاجه اسمها اوبتيمم او اوبتيمال، ده الرقم، لكن رينج هو رقمين ما بين رقم لرقم. تمام، اللي هو من 25 لـ40. طيب ايه هو انه يعني انا بقى بقسم البكتيريا على حسب التمبريتشر لثلاث ارقام، سوري لثلاث اسامي، يا اما ميزوفيلك بكتيريا،
ميزوفيلك يعني البكتيريا اللي الطبيعية، هي الباثوجينيك يعني، بس اللي بتعيش في الرينج الطبيعي اللي هو من 25 لـ40، دي اللي هي ميزوفيلك. اما اللي فوق الرقم ده، فوق الـ40 يعني الجو حر جدا، اسمها ثيرموفيلك، محبة للحرارة. اما تحت الرقم ده، تحت الـ25 الجو برد جدا، سايكروفيلك. سايكروفيلك تمام. الرسمة دي تفكرنا انا عندي 3 انواع من البكتيريا، يا اما الميزوفيلك اللي هو الطبيعي ما بين 25 لـ40، ودي موست بكتيريا، موست بكتيريا الباثوجين من 25 لـ40، ده التمبريتشر رينج اللي بتعيش فيه الميزوفيلك الباثوجينيك بكتيريا. ولكن ايه هو الرقم الاوبتيمال؟ الاوبتيمال بيكون 37. طيب لو الرقم زاد عن 40 يبقى اسمها ثيرموفيلك، محبة للحرارة، هاي تمبريتشر. لكن لو تحت 25 سايكروفيلك، اللي هي محبة للبرودة تحت الـ25. تمام كده، يبقى ده كده كلاسيفيكيشن على حسب التمبريتشر، ميزوفيلك من 25 لـ40، سايكروفيلك تحت الـ25، ثيرموفيلك فوق الـ40، والاوبتيمال بيكون 37 درجة مئوية. بعد كده الهيدروجين ايون اللي هو البي اتش، في منه برضو اوبتيمال وفي منه رينج، نفس الكلام بتاع التمبريتشر. الاوبتيمال بيكون قد ايه؟ الاوبتيمال بيكون 7.5. الاوبتيمال ده تعريفه، ده البي اتش اللي بيكون فيه جروث في البكتيريا بيكون موست رابد، اللي هي اوبتيمال، انسب حاجة واحسن حاجة هي الاوبتيمال اللي هي بيرفكت، بيكون 7.5 الباثوجينيك بكتيريا اللي بتعيش في جسم الانسان، لان البي اتش دي هي نفسها بتاعت البودي فلويد. ولكن عندي في رينج، الرينج ده ما بين المينيمم للماكسيمم، هو رينج هنا ضيق شوية، وده حاجة حلوة عشان تبقى سهلة في الحفظ، من 7.4 لـ7.6. طيب ولكن في بكتيريا بتعيش اقل من الرقم ده، وفي بكتيريا بتعيش اكتر من الرقم ده. لو عاشت اقل من 7.4 يبقى هي اسيد، احنا عارفين ان كل منزل تحت يبقى عندي الميديا اسيدك. طيب ايه بقى اللي بيحب الاسيدك؟ اسمها لاكتوباسيلس، لاكتو جايه من لاكتيك اسيد، فدي سهله. طب اللي بتعيش فوق 7.6 ده كده الكالاين، كل ما اروح كده يبقى انا رايحه ناحيه الالكالاين، زي الفيبرو كوليرا، كوليرا الكالاين. تمام، يبقى نقول تاني حته البي اتش، انا عندي في رقم اوبتيمم، رقم مناسب 7.5. 7.5 ده مناسب للباثوجينيك بكتيريا، اللي هي البكتيريا اللي بتعيش في جسم الانسان، والبي اتش ده هو نفسه بتاع البودي فلويد. تمام، وفي عندي رينج، الرينج ده بيكون قد ايه؟ من 7.4 لـ7.6. اقل من 7.4 اسيدك لاكتوباسيلس، اكتر من 7.6 الكالاين فيبرو كوليرا. تمام. على فكره هانت، فاضل لي سلايد واحده وهاخد بريك. طيب تامن حاجه اللايت، الإضاءة يعني، البكتيريا بتحب الضلمة، ودي فكرنا كده لما أنا نصحى من النوم بنقول إحنا هنهوي الأوضة بتاعتنا، نفتح الشبابيك بقى ونهوي الدنيا عشان ندخل النور، لأن البكتيريا بتكره النور، البكتيريا بتحب الضلمة. فأنا لما بصحى من النوم وبفتح الشباك وأدخل الشمس أنا كده بطل البكتيريا. تمام. بعد كده الأوزموتيك بريشر، بيقولك ان البكتيريا بتبقى قادره انها تتحمل اي تغيير في الاوزموتيك بريشر. ليه يا اولاد؟ انتوا خدتوها المحاضره اللي فاتت، لان عندها سترونج سيل وول، عندها سترونج سيل وول، فاي تغيرات في الاوزموتيك بريشر البكتيريا قادره انها تتحملها. طيب هو ايه اصلا اوزموتيك بريشر؟ انا بصراحه كنت مش عارفه اقولها لكم ولا لا، هي موضوع شويه بس انا هقول لكم تعريفه. اوزموتيك بريشر دي هي البريشر اللي هو ايه يعني، هو ده بيبقى زي بريشر كده، الميه الفلويد يعني بينتقل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. تمام، الميه بتنتقل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، فالاوزموتيك بريشر ده هو البريشر اللي انا محتاجاه علشان اوقف انتقال الميه عن طريق السيل ممبرين. لو الكلام رخم مش مشكله، هو بس انا حبيت يعني يبقى عندكم فكره ايه هو الاوزموتيك بريشر. ده البريشر اللي انا بحتاجه علشان اوقف انتقال الميه عبر الممبرين، لان الميه بتنتقل من الكونسنتريشن الاقل للكونسنتريشن الاعلى. سيبكوا خالص من التعريف ده، تعرفوا ان البكتيريا توليرانت
للتغيرات بتاعه الاوزموتيك بريشر، لان عندها سترونج سيل وول. الحمد لله احنا خلصنا 9 نقط، 9 من 12، يعني اللي جاي كله سهل خالص. تعالوا نعمل صح كده، عشان ايه؟ انا بحب اللي احنا نفرح باللي احنا عملناه. احنا بقى خلصنا ايه؟ احنا خلصنا الميتابوليزم، ثانية واحدة نعمل الصح بتاعتنا، ميتابوليزم والنيوتريشن جروث فاكتور والجاز O2 وCO2، وخلصنا المويستر والتمبريتشر والبي اتش واللايت والاوزموتيك بريشر. هيبقى لي 3 عناوين. تمام. طيب بس الاول عايزه ايه؟ عايزه ان احنا هناخد بريك. اللي عايز يقوم يعمل حاجه يعملها، بس ترجعوا تاني، يعني اشربوا ميه، اشربوا حاجه وتعالوا. وهنعمل كمان كويز صغير هنعمله دلوقتي قبل البريك، عشان نكون خلصنا الجزء ده واطمنا عليه. ايه هو الكويز بتاعنا؟ هنقارن ما بين الايروبيك والانيروبيك. سهله جدا على فكره. سهله بقى ليه؟ لان الايروبيك هي البكتيريا اللي كانت جرو اكسبت، عشان يبقى زي الكتاب يعني، كانت جرو اكسبت ان ذا بريزنس اوف اوكسجين، ما تقدرش تنمو غير في وجود الاكسجين. او ممكن تقول البكتيريا اللي هي كان جرو ان ذا بريزنس اوف اوكسجين، زي ايه؟ زي المايكو بكتيريا تي بي، وزي الفيبرو كوليرا. تمام. اما بقى الانيروب هي كان جرو اونلي ان كومبليت ابسنس اوف اوكسجين، زي ايه؟ زي الكوليستريديم تيتاني. تمام كده احنا خلصنا اول سؤال. تاني سؤال، افرق ما بين الانابوليزم والكاتابوليزم، البناء والهدم. تمام، من تعريفها سهله. بعد كده افرق ازاي من الاكسيديشن والفرمنتيشن، برضو بالتعريف. انا بس مش عايزه اقول الاجابات عشان ما اطولش عليكم، يعني انتم ممكن تجاوبوها انتم. والميزوفيلك بكتيريا اللي هي بتكبر ما بين 25 ل 40 درجه مئويه. الاوتوتروفيك بكتيريا هي البكتيريا الذاتيه اللي هي بتعتمد على نفسها، واللي هي بتاخد سيمبل ان اورجانيك سبستانس. تمام. علشان ايه؟ علشان تعمل البروتين والكربوهيدرات، وهي فري ليفنج نون بارازيتك نو ميديكال امبورتنس. كده احنا الحمد لله خلصنا الكم الاكبر من المحاضره. ناخد بريك ونرجع نكمل تاني.